باتت كل أطياف الشعب العراقي تنقم من الواقع السياسي ومن سوء الخدمات والفساد الذي يطبق على المؤسسات الحكومية ونظام المحاصصة الذي ترتكز إليه الأحزاب الحاكمة في العراق. إن النتائج التي وصلت إليها العملية السياسية في العراق والتي برمجها الأمريكيون عقب احتلاله عام 2003 أثبتت للعراقيين جميعاً أن العراق لا يمكن أن يحكم عبر بوابة طائفية أو عرقية، فالجميع وجد نفسه في لحظة القوة ضعيفاً تجاه إدارة بلد كبير ومتعدد المشاكل والأعراق والطوائف مثل العراق. اليوم بات الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي، كما يقول مواطنون ناقمون نقلت آراؤهم كاميرا برنامج مع الناس من بغداد. والله حاليا للمواطن ما انجزت يعني فشي، وانما نريد احنا من عندهم حاليا لما نستلموا السلطه الحكومه المفروض يسوون فشي للشعب، لان الشعب تعبان ومضرور، فما سووا له فشي اللي استفاد منه الشعب، ما سووا له فشي يستفاد من عده. نقول احنا بلكت يسوون فشي للشعب، شعب العراقي تعبان وبعدين جريح ويعني قايم بكافة المهمات الشعب العراقي، يعني معارك قام أشياء، لكن احنا نريد فشي يسوون له يفيد الشعب. حد الآن ما التمسنا فشي من الدولة بأن حققت لنا فشي، ماكو فشي حققت لنا، وهذا الشعب فقير وتعبان ومظلوم. فنريد هسه حاليا من الحكومات او اي حكومه اول ما تفيد الشعب العراقي، يعني الشعب العراقي تعبان وبعدين ازيده جريح ومريض لحد الان ما حققوا فشي، فنريد ان شاء الله بالجديد ان يحققون شيء ويدير بالهم على الشعب، لان الشعب تعب. والله هي اذا رجعت نفس الوجوه فما تفيد الشعب العراقي. ليش ما تفيد الشعب؟ لأن قبلهم ما سووا شيء لنا، فإذا رجعت نفس الوجوه ها فما يسوون، ما سووا شيء للشعب، فإذا تجينا عالم غيرهم أو هم لازم يحققون أول شيء للشعب. الشعب هذا يراد له يعني مداراة، لأن هم ما دافعين من جيوبهم، وإنما هاي الله سبحانه وتعالى خالق هالأرض وهالنفط هذا والخيرات مو إلهم، للشعب العراقي للمسلمين خالقه مو إلهم. نريد احنا شنو يفيدون الشعب، مو ياهل يجي اول ما يضرب ضربته ويخلي الشعب جوعان، فما نقبل بهذا الشيء. والله بعد هم يعني الشعب هم شافوا بعينهم، فاني من اريد انتخب انتخب اللي يفيدني، مو انسان اني فاشل انتخب كاطلاق، اريد اللي يفيدني، لان العالم هسه دا يقللون برواتبها ما دا يسوون في الشغله بيها خير للعالم، وهذا الشعب هم مسؤولين امام الله وهم مسؤولين وراء. والله انا بعد افكر اشوف الوضعيه، عقلي ما انتخب هذا لان هذا ما فادني، ما انتخبه ليش انتخبه، لكن لا فايدني انا، مو يعني احكي على مصلحتي بس، وانما على العالم كله، الشعب الشعب مضرور تعبان، الشعب يعني يريد اشغال، شبابنا قاعده، خريجين عندنا هسه قاعدين، يعني اكو خريج يدفع عربانه هسه حاليا ما عنده من يجيب، غير يسوي له فت فرصه عمل. اي شيء ما قدمت، كل شيء ما قدمت، تروح وجبه تجي وجبه جديده، وكل من يعبل نفسه ويطلع، او اي خدمات اي شيء ماكو. شوف ناس جديده جوي، ولا خص المستقلين مو الحزبيين، لان هاي الاحزاب جايه هيك جايه بس نفسها وبس. شوف ناس مستقلة وطنية تحب البلد مالها. ايش قدموا المواطن العراقي؟ كل شيء ماكو، حتى لحد الان كهرباء ماكو، كل شيء ماكو. وين المي؟ ذاك اليوم حتى المي انقطع، بس هواء مطرت اجى المي، كل شيء ماكو. ايش قدموا؟ اكو خدمات؟ ماكو، شو ماكو.
والناس عطالة بطالة. جد يوم أنت العاصفة فلش وشيله على ساعة ما معلوم. ضق ولا أنت ليش انتخب؟ إذا ماكو خدمات علي من انتخب؟ المن؟ ماكو فشي خدمة للمواطن؟ ما قدموا فشي؟ كل شيء ما قدموا. خلي يقدمون خدمات ينطون رواتب، بس رواتب يقطع الموظفين ليش؟ المراتب يقطع الموظفين وينها؟ ماكو. طيب راح يرجعون نفس الوجوه رأيك؟ هم نفسهم مثل ما قدموا نفسهم أخروا، ماكو تقدم ولا كل شيء ماكو. هالبلد كل شيء ماكو. تأخير ماكو تقديم. شنو اللي طالبة؟ يعني غير خدمات، تعيين، هالعطالة بطالة قاعدين بالشوارع، ما المقادي قاعدين على الترافيك لايت ياخذوهم الشرطة، الحرس ياخذهم بعدين يرجعهم بالجيب، الشرطة ياخذون فلوسهم ويودوهم. غير هاي كل شيء ماكو. يعني مقادي كثرت ومتسولين بالقواطع مال الشوارع. يجيك يمسح الجامع ما تطيع ليه يكسر الجامع على راسك. شنو الخدمات مثلا؟ انا خريج طالب. شنو مو بس انا، هنا كل البسطيات خريجين، مهندس تلقى كل شيء تلقى هنا، هسه اي ابو بسطيه تروح كلها خريجه، كلها قاعد تشتغل هنا. شنو قدمت؟ شنو احكي لي بعد؟ المن انتخب؟ هم نفس الوجوه. المن تنتخب؟ وين ماكو جديد؟ ما يطلق جديد، ما يطلعوا لك واحد جديد، منو يطلع لك اياه؟ ماكو تعيين، ماكو. انا طالب خريج العام وكل امتيازات، قاعد اشتغل هسه خلاط. ها قاعد تحكي انت؟ طيب شو طالب؟ ما قدمت شيء، كل من يعني لمصلحتها، اللي عنده واسطه يقدر يساعد قرايبه اخوه جيرانه، اللي ما عنده قاعد بالبيت. الدوره ذيك راحت ما انتخبت، علي ما انتخب كلها. يعني هي رايحة أصلا تزوير بتزوير، وإذا ما صوتت عادي يعني. وغيركم هم ما صوتوا وهم راحت أصواتهم نفس الشيء، يعني صوتت ولا ما صوتت عادي. هم بس قادرين على الفقير، اللي عنده تجاوز يجون ياخذون غراضة، اللي سوى الأسوأ ما حد يجي يحكي وياهم أصلا. هاي البلدية تجي هنا توخر غراضهم تفلش، بدال ما هاي يصلحون حال البلد، جايين بس على الفقير. السبب ليش يجون تعبر؟ يعني مشي لك قانون يقول لك هذا رصيف تجاوز، ناس يمشون عليه ما يصير ممنوع، وهاي الشوارع كلها وسخه، لا احد ينظفها، لا احد، كلها خدمات تعبانه. زين كهرباء نفس الشيء، وهاي كلها مستمره من 2003 ولهسه، ما كل شيء ما تغير، اللي تبدل اللي ما تبدل نفس الشيء. شو طالب يعني؟ حقوقنا هي بشكل عام أي واحد يتمناها، نظافة، أمان، تعيينات تنفتح، هذا اللي نريده طبعا. يعني خلي يعانون الفقير، عيشة الفقير، عيشة النازحين، يعني خلي هو المسؤول نفسه يقدر يعيش بخيمة واحدة، خلي يفكر للعالم مثل ما يفكر لنفسه. اللي هو البرلمان يقدر يطلع يقول هذا الفقير شكل الشرب، شو تغدى، شو تعشى، خلي يشوفوا النازحين وين صاروا النازحين، خلي يحسنوا معاشهم. المرجعية تحكي وترد تقول، تحكي وترجع لي ورا، تحكي كل شيء معك. والله أقول لك شغلة، انتخب اللي يصرف لي واللي شريف ومو سارق مو حرامي. الحرامي شوف خالي إلى متى يظل حرامي؟ ما يظل حرامي، الله موجود، أكو قانون اسمه قانون السماء، هذا علي وعليك وعلي ذول ما يعرفون شكو ماكو. قانون السماء الله ينتقم من كل سارق سرق من هذا البلد. شو طالب؟ أطالب بس ليبوقونه، كل شيء مطالب، هذا هو، هذا هم المواطن، أي مواطن هسه بس ليبوقون. خلينا عين هذا الفقير اللي بالقاع نايم بالخيمة، النازحين هذول اللي يركضون ورا هذا اللي المتجاوز، هم متجاوزين قد السماء يركضون على هذا المتجاوز طالع من البيت. أخي الحكومة مرت بظرف صعب على رأسي،
على راسي اكو مرت بظروف حروب وخلصت الحروب، بس خلينا ننتبهون للشعب. هذا النفط احنا اغنى دوله بالعالم، اغنى دوله بالعالم. الفقير شنو ذنبه؟ خلينا للنازح، خلينا نروح للنازح، خلينا نروح للفقير. يركضون هاي سامات بغداد تركض ورا الشنابر والشنابر، هو وقتها الساده يعني ما يحسون بالفقير، خلي يوفرون عمل وبعدين يشيلون شنابر. بكل دول العالم، بلندن اكو شنابر، بلندن اكو شنابر، هسه انا ما عندي شنبر بس بلندن اكو شنابر. خلي يسوون لهم اماكن، خلي يدعموهم. هسه خلي يبقون عمي، خلي يبقون ربع وثلاث ارباع للشعب، والله يصير اغنى اغنى شعب بالعالم. شنو الفقر عمو الفقر انت وين صاير؟ ناس اللي تنام لي عشاء. والله وكيلك الله. انت المسؤول، انت المسؤول، خلي اطفالك، خلي عرضك، خلي اطفالك بين عينك. زين وما اخاف منكم، والله ما اخاف منكم. السيد ما يخاف، والله ما اخاف منكم، الله ينتقم من كل سارق الله يسرق هذا البلد. والله الصراحة الحكومة ما قدمت لنا فد شيء يخدم المواطن ولا يخدم انه الشعب. الحكومة مجرد محاصصة انه كل من يشتغل جانبه، كل من يشتغل لمصلحته، وعارفين الشعب انه باقي جوعان، اي مقدمات ماكل الشعب. والصراحة انه نتمنى انه يكون تغيير بهاي الدورة الانتخابية الجديدة، دولة تخدم شعبها، تخدم المواطن، تخدم العالم الذي تعبت وعانت من 2003 لحد الآن. تعيينات ماكو، نشتغل تاكسي يعني من ناحية انه تحترم كلها الدولة، المرور او الشرطة او فشي ماك مساعد انه من قبل جهات الدولة. يعني كل من انه يدون يتعبون المواطن، انه لا من ناحية كهرباء، لا من ناحية انه خدمات، لا شوارع. يعني انسان بالسيارة اشتغل تاكسي، يعني ماكو شارع فوت اذا ما بي القى فد 10 او 15 حفرة. فيعني هاي هم يعني انه جاي نشتغل صح، بس انه الشغل قليل، وجاي انه ندمر سياراتنا وندمر نفسنا بالسيطرات والازدحامات والحار والتعب فقرة بالشوارع، واحنا ب 2018 وبلد متمكن وعنده من خيرات. يعني بلد احنا له نفط وبلد امكانيته قوية. يدون يتعبون المواطن، انه لا من ناحية كهرباء، لا من ناحية انه خدمات، لا شوارع. يعني انسان بالسيارة اشتغل تاكسي، يعني ماكو شارع فوت اذا ما بي القى فد 10 او 15 حفرة. فيعني هاي هم يعني انه جاي نشتغل صح، بس انه الشغل قليل، وجاي انه ندمر سياراتنا وندمر نفسنا بالسيطرات والازدحامات والحار والتعب. هواية تعبت، هواية خطية، دخلوا لنا الدواعش، ذبحوا 2006 2007 من ينسى فضلهم، الذبح الميليشيات من ينسى حرام. ثاني شيء من ينسى اللوخ من دخل داعش على الموصل وعلى الانبار وعلى نينوى وعلى صلاح الدين، كلها خطية. فتعبت الدولة العراقية حين هي فالحة، بس تاخذ من عندنا استقطاعات بوق فتن. هذا شغلها، كلش حق الدولة العراقية، كلش تعبت. ابوي احنا انتخبنا او ما انتخبنا، بالحالتين التزور قائم عندنا بالعراق، لان نهائيا ولا مرة صار انتخابنا مضبوط بالعراق. واتحدى اي عراقي يقول انتخابي مضبوط، لا هو راح حتروح وجوه قذرة وتجي وجوه بعد اقذر، لان راحت البلد انتهى. يعني هو بلد واحد يحب الله صحيح، ما نوصل لشي مرحلة. احنا نحب الرشاوي، يوقفونا الرشوة، لو وقفونا الرشوة كل شيء يصير حلو، كل شيء نمشي عدل، بس هذا كله موجود. فهي انتهى البلد. شو طالبها خطية؟ ليش هي ايش سوت لي؟ انا بدي اطالبها، هي كل شيء ما سوت لي. شو طالبها؟ اطالبها على بيوتنا راحت، على شهدائنا راحت، على هم سووهم شهداء، لان هم اذوهم، هم موتوهم. على شنو اطالب؟ اطالب على عيشتنا، الناس اللي قاعده تشمر بالشوارع وقاعده تشنابر وشيلوها. قاعده اقول انه الدوله شو طالب من عندها على معيشتنا؟ على شنو؟ على نفسنا احنا؟ هاي جراثيم اللي عندنا والاوبئه على شنو؟ ابويا كل شيء وفروا، هي بقت على هاي حال البلد، ابني كله راح. والله تقديمها 1% من ما تقدمتها الحكومات اللي قبلها. هذا اللي قدمته، كل شيء ما قدمته، قدمت البطالة، الشباب كلهم عبية، مو كلهم بطالة. شنو قدمت؟ خدمات، وين هالخدمات؟
كهرباء صارنا احنا كم سنة معتمدين على المولدات ومناظر الخيوط الكهرباء بالشوارع او ساعتين وما تجي ست ساعات شنو الويش صح لو لا؟ مجاري شنو قدمت؟ التأمين الصحي قدمت للمواطن ايش قدمت له؟ لا ما انتخب. من يكون المرشح نفسه يحمل الجنسية العراقية فقط انتخبه، بس يحمل مزدوجة واي مشكلة واي اختلاس واي بوق واي شيء وشق وطار هاي احنا ما ننتخبه ولا نريده اصلا. من يكون عراقي مواطن عراقي يلا انتخبه، من يدور على شعبه وعلى بلده وعلى يحافظ عليه ويطوره ويقدمه تعليم قضاء خدمات كلها من يحافظ عليها ويطورها أنا أنتخبه بعيني وعشرة أصابع. بس ما يجيني واحد حامل جنسية أجنبية وأي مشكلة صار عليه طار لا حد يحاكمه ولا حد يجره أنا ما أنتخب هيك شكولات. والله الله أعلم إحنا نفر ونقول إحنا ننتخب وتالي الانتخابات هي مرتبة والمرشحين نفسهم واللي موجودين نفسهم صح؟ جالك أنت كم انتخابات صار؟ جات لك وجوه جديدة؟ ما جت وجوه جديدة، إذن هي مرتبة، قوائم مرتبة، هم مو هم دا ينتخبون، ترى عندك أمريكا وعندك إيران هي دا تنتخبهم، هاي القائمة تيجي للخدمة، لخدمة مصالح أمريكا وإيران، مو خدمة العراق. شنو مطالبي؟ أولاً يسقط الجنسية الثانية من عنده المرشح، ثانياً يقسم اليمين على خدمة بلده بوطنية وحرص، عرفت؟ لما يفكر بالمواطن أنا أنتخبه، أما غير شيء لا ما أنتخب أي أحد. والله أنا كمواطن عراقي أنظر أنه التغيير مو بس الحكومة تتحمل مسؤوليته، التغيير والقضاء على الفساد هو ثقافة الشعب. احنا بحاجة إلى ثقافة الشعب لمحاربة الفساد بكل أنواعه، والحكومات ما هي انعكاس إلى لشعب معين، فالحكومة العراقية انعكاس لتطلعات واتجاهات يعني الشعب العراقي. احنا بحاجة إلى تغيير، نبدأ من مناهجنا الدراسية لحياتنا اليومية، حتى احنا كنا نحلم بالتغيير ونحلم بالأحوال أحسن، لكن هذا ما يجي بعصا سحرية، هذا يجي بثقافة الشعب وتضافر كل الجهود حتى نحصل على هذا. والله أعتقد الوجوه هاي متنفذة ولها سلطة وأكيد لها نفوذ بالشارع، لكن إن شاء الله أملي كبير منه التغيير نحو الأحسن. والله أنا طالب الحكومة وطالب الشعب احترام القانون، تفعيل القانون، كل الشعوب والاستفادة من تجارب العالم المتطور، يعني كل العالم الشعوب المتطورة تحترم القانون والقانون يطبق على الجميع، وبالتالي احترام وتفعيل القانون والعمل على إنشاء حكومة إلكترونية هذا مهم جدا إن شاء الله. والله يا عيني من صفحة من خدمات ماكو أي خدمات زين، يعني الشعب العراقي تعب، ايش اقول لك بصوره عامه تعبنا ملينا، بيوتنا راحت، امورنا كلها راحت تدهورت، وضعنا مو زين، ايش كل ما نقول الحكومه مثل حكومه تجي بكت الله يبوع على حال العراقيين من أسوأ لأسوأ، نقول بكت الله بهاي الانتخابات تجي الله واهل البيت يباعون على البلد هذا ويصلحون على الوضع هذا، وهالشباب هاي العاطله القاعده الكل شاب ياخذ من امه 1000 دينار عمود يريد يطلع لو يروح لك الفد كازينو الفد مكان، نقول يا الله نقول يا الله ما عندنا بس الله، واملنا بالجايين ان شاء الله الجايين يا ربي يصحح الامور يعدلون الوضع مالتهم يسوون يبنون هالبلد يرفعونه ما نضل نحتاج اليسوى والما يسوى. والله هي اهم شيء الخدمات والامان بهالبلد هذا والتعيينات اهم شيء، ذول الشباب هسه القاعدين العاطلين يعني هاي الجرائم هسه تصير شنو سببها؟ ماكو شغل بطاله. ذول الحزبين يعني الحزب الاسلامي وحزب الدعوه هم وجهان لعمله واحده، احزاب دينيه متخلفه ترجع الدين لي ورا ترجع البلد لي ورا للخلف. اما بخصوص الانتخابات فما لي ثقه ولا واحد من ذول المنتخبين، وافضل شيء انه واحد ما يروح الصندوق الاقتراح وينتخب على مود البلد يرجعوه لمجلس الامن ودولة حكومة مؤقتة
ومن ثم نصير انتخابات أو إبعاد الأحزاب الدينية والحركات الدينية. لا لا، هي نفس الوجوه، نفس الوجوه، ويعني كلها هاي الحركات وهاي الأحزاب الدينية هي كلها تمثل متشابهة. وهاي تلغي قانون، أسوي قانون للأحزاب وألغي هاي الأحزاب الدينية وألغي الحركات هاي اللي كل محافظة 90 حزب، النجف ب90 حزب، كربلاء 60 حزب، هاي هي حزبين ثلاثة يصادمون، فكيف إلى محافظة بها 90؟ العراق كم حزب بي؟ الفقير بدون مدى يدفع ضريبة. الدولة، سياسة الدولة، سياسة من كان السيد رئيس الوزراء الأسبق والحالي، سياسة الضرائب. سياسة الضرائب أنا أرفضها رفض جذري، وما كان الضرائب أستورد معامل ومصانع وأشغل مؤسسات أفضل من سياسة الضرائب. أشغل الأيدي العاملة، أنت تلقي له شغل وبالتالي المحلات تأخذ من عندها ضريبة. يعني مثلا بتركيا موجود سوق الجمعة وسوق الثلاثة، يوم واحد بالأسبوع يفرشون بسطياتهم، لكن هنا أي عمل ماكو، شغل ماكو. حتى السوق هو حتى بالبسطية سوقه تعبان، لأنه يعني ما موجود معامل ومصانع تشغل الأيدي العاملة، تشغيل الأيدي العاملة هاي يفتقد العراق إلى تشغيل. كان بالسابق العراق 5 مليون مصري يشتغلون ويا العراقيين، بينما هسه العراقي ما يلقي شغل. قبل ممكن كانت الرواتب أقل هسه زادت، ممكن كانت القدرة الشرائية أقل هسه زادت، العالم شوية تحررت، بس لهوهم بالمولات ولهوهم بالتسوق وبالأكل وبالمطاعم، فلهذا صار الاتجاه كله على الأكل وعلى اللبس، وين ما تروح مكانات مزدحمة، أماكن مكتظة بالسيارات، تلوث بيئي مو طبيعي بشكل فظيع، والوضعية من سيء إلى أسوأ. ممكن قبل كانت الأمور يعني المادية سيئة بعض الشيء أو محدودة خلينا نقول، بس هسه صار الشيء مختلف شوية، تلتفت على الشعب يعني تشوف الوضع، تشوف الحفر، تشوف الازدحام، تشوف الصحة، مجال الصحة كلش ضروري بصراحة أنا يعني أشوفه للإنسان، يسوي لهم تأمين صحي اللي ما عنده راتب، يعني حسافة إنه واحد مرة كبيرة أو رجال كبير يمد إيده، يعني كرامته هو يمد إيده بس هي يعني كرامته ضاعت. أنا هذا رأيي، يعني مفروض يلتفتون على الصحة، مجال الصحي، المستشفيات، عندك الشوارع هم يعني هواية، أمانة العاصمة ما دا أشوف أي دور إلها. يعني أنا ما أريد أقارن بين هنا وبين برا لأن أكيد الفرق شاسع، بس بنفس الوقت يعني لو شوية بعد يعني يلتفتون على هاي الأشياء أحسن ما يلتفتون على السفر وعلى تحويل الأموال بنوك برا وحسابات مبطنة إلهم، شوية يلتفتون على الشعب لأن هم دا يأكلون من خير هذا الشعب ومن خير هذا البلد، فلازم شوية ينتبهون عليه بصراحة. عندي آيتين بس حتى أقولها حتى يسمعون اللي بالنواب وغير النواب. بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة المجادلة: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. هاي الآية. الآية الثانية: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون يا مجلس النواب؟ أفلا تعقلون يا سياسيين؟ أي انتخابات هذه؟ والله يا أخي ذا الوجوه جديدة وغير وجوه جديدة كلها نفس الشيء. ما تكلم في المحلة خلصنا من أذاه، خلف أجره في المحلة طلع عقس من أباه. إذا أنت تقولوا هذه وين منكو؟ اليوم الدينار، اليوم الأخضر الإبراهيمي هو اللي يحشي، اليوم الكرسي هي اللي تحشي. يا عراق يا دنيا يا أبدا، أحد مزقنا يا أخي.
يا اخي العراق انباع 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 على طبق من التفسيخ. منو بيهم شريف؟ بس قولي منو بيهم شريف؟ اذا شيعي ولا سني، ابو لفه السوداء ولا لفه البيضاء، لو الاخر كل يوم يدور على ليلى، ما تشوف الفضائح بيناتهم، يحكي عليك العراق خطيه ويطلع هو برا هو ويا العاهرات ويا العاهرات. مو هاي هذا هذا واقعنا يا اخي هاي. والله هي ما قدمت بس البوق والسلب والنهب، وصلت البلد الى مرحله يعني من كانوا يقولون سقوط بغداد او سقوط العراق. بغداد من طبولها الامريكان باعتبار ما سقطت، هم اللي سقطوا العراق خلقيا ادبيا اجتماعيا ماديا كلها سقطوها من الاحتلال. للان ما شاركت باي انتخابات وما اعتقد راح اشارك يوم من الايام. نفس الوجوه بس الارقام تتغير، فشنو الفائدة ان الواحد يشارك؟ نفس الوجوه، ولو انتخبنا واحد احنا ما راح ناخذ اللي انتخبناه، راح يشيلوه يحطون واحد اللي يريدوه هم، صناديق يتحكمون بها براحتهم نفسهم، الساسة مالتنا هم دي يجيبون اللي يريدوه يحطوه، فماكو داعي ننتخب ونتعب نفسنا ونروح ونقعد يوم عطلة ليش؟ خلاص عمي انتوا حطوا اللي تحطوه خلاص. احنا شعب جبان، شعب مو مثل باقي الشعوب. مصر غيرت عدة حكومات بسنة واحدة وبشهر واحد، احنا شعب جبان ما نقدر نغير شيء. قبل كنا شجعان احنا العراقيين، هسه ما بينا رجال، ما بينا. تشوفنا عندنا شوارب وعندنا لحايا وعندنا كل شيء، بس احنا مو رجال، لان الرجال مو باللحيه ولا بالشارب، الرجال بمواقفه. احنا لو زلم نغير هاي الحثاله اللي قاعدين بالبرلمان كلهم شلع قلع، ماكو يعني تستثني لك واحد. هسه يريدنا واحد شريف، ماكو. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نقدر نغير احنا، بس لان احنا جبناء ما راح نقدر نغير. يعني هو احنا ايش طالبين من عندهم اساسا؟ احنا من الله خلقنا لحد الان، يعني الانسان اول ما يطلب الراحه من رب العالمين، هي الدنيا اصلا ما بيها راحه. احنا ايش طالبين منهم غير هاي؟ هاك شوف الشوارع، شوف الكهرباء، شوف البطاله، شوف الاجرام اللي يصير. الاجرام اللي يصير ليش؟ غير من الماكو من العازه. فاشله بفاشله بفاشله فاشله بفاشله. وهاي اللي خليها يسموها امينه بغداد كدستور، بس هي مو امينه بغداد، حراميه بغداد. حراميه بغداد يعني شلون هي تتانق وتلبس تحط مكياج تطلع بالشارع؟ ده تشوف الشارع وسخ، معناها بيتها وسخ. لو ما بيتها قذر من الداخل ما كان عافت مدينتها وعاصمتها وبلدها وشعبها هيك قذر بهالشكل هذا. وتجي على المساكين هذول اللي قاعد حاط لي شمبر ما يقدر يأجر محل. ايش قد أجر هذا المحل؟ 4 ملايين بالسنه، بالشهر 5 ملايين. هذا سرق فليته 7 8 شدات هذا المحل، ما اقدر افتحه. ايش اسوي؟ بدل ما اروح اسلب لو ابوق لو انهب، اجي احط لي شمبر على الشارع واقعد. تجي شايلني صح انه هي ظاهره مو حلوه، بس انت دوفري لي اسواقه محلات، سوي بنايات، سوي. جايتني على اللي مسوي له بسطه حاط له شيش مال قصد يبيع اللفه بألف دينار، تجي تفلشه. ما يصير. هاي ذاك اليوم طلعوا حاله هذا خطيه دا يبيع داطلي وبقلاوه وما ادري شنو، هاي بالشفر راسا فلش لي اياه. انطيه انذار اوقف فوق راسه اقول له هسه تشيلن، اخليه يشيلن واكسر الحديد ماله، بس مو ادوس نعمه الله بالتايرات. انتوا لو تخافون اصلا يعني تخافون الله وشرفاء كان سويتونا تشارة، بس انتوا اساسا الله ما تعرفوه. بس الحيف مو عليكم، احنا شعب نستاهل، شعب جبان ونستاهل الظلم. يعني صدام حسين ما كان يلام بينا، بالرغم انه صدام حسين ما سوى اللي سووه. الف رحمة على روحك صدام حسين. صدام حسين راح يدخل الجنة بسبب دعواتنا احنا له، حتى لو كانت هو عنده شينات، ولا هو شيناته ترى معدودة على عد الاصابع، مو مثل شينات الموجودين هسه ما شاء الله. صارت المناطق، هاي المنطقة مال سيد فلان، هاي مال سيد فلان ومال الأحزاب. بأيام صدام حسين ما كانت أكو هيك شيء، بس حسبي الله ونعم الوكيل. على الحكومة وعلى المرجعية مالتنا الساكتة، المرجعية الساكتة مو المرجعية الشريفة اللي تحكي، على المرجعية الساكتة. لا ما انتخب، شو انتخب؟ شو انتخب يعني؟ انتخب البرلمانيين الحرامية؟ الحكومة من 2003 لحد الآن مرعية وليست راعية. أكو من يقودها، مو يعني الحكومة مو تقود، أكو ناس تقودها وهي أمريكا. أمريكا جت احتلت بلدنا بأي سبب؟ بأي شرعية؟ لا أخذ الشرعية لا من مجلس الأمن ولا من باقي الدول، جت احتلتنا. هاي أولا. ثانيا اللي جابوهم ما نعرفهم، كل واحد عندنا 15 جنسية وأقل واحد عندنا 4 جناسي، فهم العالم يعني جابوهم وحطوهم.
فما يقدرون انه يرعونه. ومو يقول لك كل راعي مسؤول عن رعيته، احنا الراعي مالنا امريكي وهي بكيفه. ولا حتى تسالني عن الانتخابات، مو انا حقول لك الانتخابات، الانتخابات لا بكيفك ولا بكيفي، كيفهم هم. اكو هناك يمهم ورقه وقلم، هذا يفوز هذا يسقط. اخاف حتى الوجوه الجديده اللي حتجي، هم منتخبين مو احنا، هم منتخبين مو احنا. اي تاثير ماله، اي تاثير ماله. واخاف يقول لك حرامات وصوتك يروح وصوتك يجي وصوتك كذا، والدليل انا اعطيك اياه من انتخبه يا علاوي. ليش طلعوه؟ ليش يا علاوي مو بطل وسياسي يقول اني شلون يطلع البرلمان يعب البرلمان وينهزم؟ العالم اللي انتخبته شلون؟ اذا اشتروه قالوا له بابا اطلع من القاعه. فكل السياسيين اجمعين كلهم من 2003 لحد الان نطالب، ايش حققوا لنا؟ هسه احنا ما نريد يحققوا لنا. اللي فلشوه هم خلي يبنوه، هاي اللي كان عندنا خلي يرجعوا لنا اياه. بس كل شيء كانت عندنا، كانت عندنا القيم، وكانت عندنا المبادئ، وكانت عندنا الشباب، وكانت عندنا الغيره، وكانت كلها حطموها. خلي يرجعوا لنا اياها، بس يرجعوا لنا اياها. بعد احنا الشباب مالتنا 80 الى من 70 الى 80% قاعد عاطل عن العمل، والخريجين والكذا. انا دا اسولف لك مو خريج، بس الخريجين اللي دا اشوفهم اصحاب البسطات واصحاب الكذا، انهم يجون عليهم تعال يشيلوا تعال كذا، يجي يتحكم بهم واحد ما عنده شهاده ابتدائيه. على العموم كاسواق كذا اذيه للبشر، لانه ما عندهم الفرص البديله. قبل الفرص البديله موجوده، انت خريج ما عندك عمل، تروح السلك العسكريه يشدوا لك ضابط، تعيش عيشه سعيده. هسه بماكو، اذا تتعين ضابط اذا تتعين عسكري الا بماديات وكذا. والله زفت بزفت، ما شفنا كل خير من عندهم. ما طولك وفاسدين، ماكو خير بالعراق. اكو كم واحد خير اي، بس الباقيين لا. وبالنسبه هاي امينه بغداد، هاي اذت العالم، اذت المواطنين، اذت الشعب كله، فلشت العالم كلها. ليش ما تجي تباع على الشوارع؟ ليش على المي ما تجي هاي الفيضانات صايره بالعراق؟ يعني ذاك كان عبعوب ما سموه صخره عبعوب، هسه انه طلعت لي هاي تلبس الكابو هاي وتجي هنا، فلشت العالم. ليش؟ يعني ذولا وين يروحون يشتغلون؟ غير طالعين على رزقهم ورزق عوائلهم خطيه ذولا. يعني يجي ابو الشفل فلش الاول والتالي، ليش؟ هذا المخضر ب 400 و 500. يعني ما يصير هيك. يعني خل تنظر يعني للشعب وين يعيشون، شلون ياكلون، شو يشربون، يشربون عوائلهم. يعني معناته تقول لهم روحوا على الارهاب؟ يعني الله ما يقبل ترى. يعني ذولا خريجين، كلهم خريجين كليات، ما لهم تعيينات، ما لهم كل شيء. يعني هاي هم من المواطنين هاك. هسه قبل شويه جت هنا بالمنصور، ما خلى شيء ما فلشته. ليش خطيه؟ يعني هو طالع لنا مخضر، يجي مخضر يجي على باب الله رزقه ورزق عائلته تفلشه. تجي هاي الشوارع كلها، بالشوارع كلها حفريات، المي للشارع. ذولا البسطيات، يعني انا مو لا ابو بسطيه ولا ابو شيء. ليش؟ يعني كل محل يعني شنو؟ ماكو داعي شيء. فلشت العالم كله. ليش؟ اروح للمركز يابا وين البطاقه مالتي؟ والله ما جتي. انتظر ورا الانتخابات. شو اسوي ورا الانتخابات؟ ما طلعت لي بطاقه ناخب. ليش؟ انا مو ابن البلد؟ مو خدمت البلد؟ 35 سنه انا خدمت البلد. تالي ايش حصلنا؟ طلعنا تقاعد وقاعدين وعلى باب الله. وهاي العالم البسطيات خريجين كلها والعالم. هسه قبل شويه فلشت العالم. خل تجي تشوف هاي الشوارع الفيضانات هسه، خل تجي تشوفها شوارع كلها مكسره، تجي على الفقره تفلش العالم. ليش؟ مو يمي انا كانت فقيره، هسه صعده صارت بالبرلمان ما ادري وين، صارت هيك سوت بالعالم. يعني الله ما يقبل عليها ترى، ما يصير هيك. هاي العالم خطير هيك، الله يقبل محمد. فلشت العالم كله، وين يروحون ذولا؟ كلهم خريجين كليات، ماكو تعيينات، جايبين الفلبيني، جايبين بنغلاديش، ما ادري وين من المطاعم بالمحلات. والعراقي يلق الصيخ، ينتظر التقاعد، شو وقت يجي يقصون بالتقاعد ماله؟ يا امينه بغداد، مو هي كانت فقيره مهندسه بالشوارع هيجي، هسه صار براسه خير؟